كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. فرحانين بعيد الاضحى المبارك ان شاء الله، الله يدخلوا عليكم بكل ما تمنيتوا. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم واحد لا كوموند وصلتني اليوم ديال لا فيسيل معنات راقيين، حبيت نشاركها معكم لان انا فرحت بها بزاف بزاف بزاف. بغيت نشارك معكم الفرحه ديالي وتقولوا لي الراي ديالكم في التعليقات في هذا المعنى. بسم الله على بركه الله، غادي نبداو مع لو برومي كارطون. هادو البنات كما كتشوفوا، هادو سي ان سيت ديال اتاي السكر والقهوه. واو، ها هي مكتوبه فيهم كوفي، هادي تي اتاي القهوه والسكر، وطبعا دائما من عند شاشومي لا كازيرن دالي بابا ديال معنا البنات. بالنسبه للبنات المقيمات في فرنسا اتصلوا بهم او سيروا عندهم، راه عندهم داكشي غزال بزاف. شوفوا لا بواط ديالها كي دايره، يعني تقدري تخبيها تبقى ما تهرس ما حتى شي حاجه. نشوفوا الارتيكل الثاني اشنا هو، ما حليتهمش، بغيت نحلهم معاكم ونكتشف بحالي بحالكم. نحاول نحيد لهم لومبالاج ديالهم غير بشويه باش نعاود نردهم لومبالاج ديالهم. كما كتشوفوا البنات هذه طبيقه ديال الخبز عندها بزاف ديال الاستعمالات، رائعه بزاف بزاف. Vraiment Hind, merci beaucoup, tu m'as régalé. Ça y est, ben elle est radère, hein? Hi, elle venait. Vous allez, vous allez, vous allez. Non? Elle veut savoir, on va être là, j'ai le temps. اوفال كاري بحال هكا، هذا البنات تاع لي زاميزغول، ولا تحطي فيهم كونفيتور زبده عسيله اي حاجه عندكم كتحط في الميده في البلاطو ديالو. عندهم البنات لي سوكوب ديالهم دايرين بحال وريقة الشجر، كيجيو بحال هكا. واعرين، عجبوني بزاف بزاف. ودابا البنات غادي ندخلوا لداكشي تقيل. هذا سي ان سيرفيس مغربي فيه 24 قطعة. انا غادي نحلو،
هانتو مع البنات كيجي على هذا الشكل. شوفوا لاسيت كي دايره مرخمه بالسيلفر اللي هو لارجونتي. لاسيت صغيره ديال لي سالاد, لاسيت كروز وجبيبنات صغار. يعني عندنا من كل حاجة 6 القطع اللي كيعطينا مجموع ديال 24 قطعة. دابا غادي ندوزو لهادي. انا بقى ما عارفاش شنا هي هادي. او هذا سان سيت ديال بلاطو بالمجامع ديالو. كما كتشوفوا البنات هذا بلاطو مرايا مع المجيمع ديالو, داكشي ديال بكري زعما الا جا عندنا شي حد نعطيوه هو يعمر لينا اتاي يكون كلشي قدامو. وتنكره هاد الفرشي هذا, هو تيحافظ عليهم ولكن كيروون الدار. كما كتشوفوا البنات ها هو من بعد ما حيدتو من لومبالاج ديالو. شوفوا كي داير غزال بزاف. انا بعدا حمقوني عجبوني بزاف. مجمعات راقيين بالبلاطو ديالهم. البلاطو نقدروا نستعملوه استعمالات اخرى كوم بلاطو دو بريزونطاسيون ولا نديرو فيه الاتاي ديالنا مع الكويسات. كيجي يا سلام. ايوا ودابا غادي ندوزو لهاد لا سوفيير هادي بالبيض دو لارجونتي. انا كان عندي هاد البريزونطوار ديالها من واحد السوبيرا قديمه كانت عندي. غادي نعاود نوريكم كيفاش كيتحطوا. ناشر جبانيه والسوبر كما كتشوفوا. انا راه دوت لومبالاج, ما تنبغيش شي حاجه تبقى في لومبالاج ديالها, ولكن هاد المايونيز غادي نحاول نحافظ عليهم ونخليهم في لومبالاج ديالهم باش ما يتهرسوش ليا, لان البنات ما عرفتش واش غير انا ولا تنتوما. انا ملي كيكون عندي شي سيرفيس الناس اللي كيعرفوني عارفين فيا هادي. ملي كيكون عندي شي سيرفيس وكتهرس ليا من حاجه وحده صافي كيطلع ليا في راسي كنولي باغا نلوح. كنلوحو يعني نعطي شي صديقه او اللي عجبو في العائله كنعطيه ليه. يعني المهم ما يبقاش عندي انا في الدار وصافي كنتشائم من شي حاجه ناقصه. عجبوني الجبابن بزاف البنات. هذا ديريهم في بحال هكا تحطها فوق الميده وبشغلها. صراحة هاد 4 أيام ما درت والو في يوتيوب. والله حتى توحشتكم توحشتكم وتوحشت زعما نخدم ما ندير شي حاجة زوينة اللي تعجبكم والناس اللي تيعرفوني وتيعرفوا دليلة كشخصيتي وداكشي كيعرفوا بأنني أنا تندير الحاجة مزيان باش تنال الإعجاب ديالكم ونتوما تفرحوا بها ونفرح بها حتى أنا. يعني كتكون فرحة متبادلة. حسيت براسي ناقصاني شي حاجه زعما ماشي. خاصكم تقولوا لي الراي ديالكم في التعاليق لان هذا الشيء انا حمقني بزاف. فوالا نشوف شنو باقي. شنو هذا عاوتاني هيدا
تاع بلاطو ديال اتاي هذا. هذا بلاطو ديال اتاي والمرايا ديالو غليظه بزاف، يعني ماشي دغيا غتهبس لينا، ولكن كوميم بهاد المعنى هادو خصنا نردو بالنا. ناري ناري هاد الفرشي، الفرشي بزاف بوليستيرين اللي فيهم باش يحافظ عليهم ويرون لينا حنا الدنيا، يعني ماشي مشكل. يا ترى شي كواسا هذا سي ان بلا دو بريزونطاسيون. انا غادي نركبو ونرجع معكم. هانتوما البنات، ها هو لو بلا دو بريزونطاسيون بعد ما ركبتو، غزال بزاف البنات. انا بعدا حمقني، نتمنى البنات اللي عايشين في فرنسا نتمنى تكونتاكتيو هاد البنت، لان راه فوزالي با اتخ ديسو. عندها كلشي مستلزمات المطبخ، وعندها اي حاجه كتعلق بالتقليدي ديالنا اللي هما لي بلاطو البرار ديال اتاي السواني ديال المغرب، اي حاجه. وهي كتجيب لي زارتيكل ديالها كلهم من تركيا، يعني خدمه غزاله وناضيه، ما كاين لا عيوب لا حتى شي حاجه. يعني ملي غادي توصلك لا ليفريزون ديالك راه ما غاديش يكون فيها حتى غرام ديال خدشه ما تلقاهاش. انا تنتعامل مع هاد الناس وتشرفت بالتعامل ديالي معاهم، فريمون كرماتني. الله يخلي ليا هند، فريمون جو تو ريميرسي انورميمون هند بور تو سكو تو في اي بور طون غو سورتو. تا ان تري بون غو ما شيري. جو تو سويت دو بروفون دو مون كور اون تري تري بون كونتينياسيون بلان دو ريوسيت، باسكو تو نو ريغال افيك سي زارتيكل لا، اي سون تري بو فريمون، ريان ا دير. وكيما كتشوفو ها هما لا سوبيير ديالنا، بلاط بريزونطاسيون، هذا الحلويات طبعا، الصينيه ديال اتاي، الكويسات والبراد طبعا عندي، هذه بالمجمعات ديالها، هذه البنات رائعه بزاف. الخبز بحال هكا ملي يكونوا عندنا الضياف ولا نيت حنايا، ماشي بالضروره تيجيو عندنا الضياف باش نهدوا المعن مزيانين والزوينين ناكلوا فيهم حتى حنايا. وهذا هادو دابا غنديرهم في الكوزينه، هادو اتاي، السكر، القهوه، مبوكسين بزاف حمقوني بزاف. وهادو طبعا سلاط ديال الحطان ديال تو لي جوغ. وطبعا هاد لو سيرفيس هذا ما عندهاش منه بزاف، هذا عندها كونتيتي قليله ولكن غزال بزاف. كاين فيه الدوغي بحكم انني انا تنبغي غير لارجونتي، هذا راه مغربي ارجونتي كلاس دو شي كلاس لي في. وهادو طبعا هادو دي بتيت سكوب كوم سا بور لي زاموزغول، نقدروا نحطوا فيهم كيما قلت لكم العسل، كونفيتور، الزبده، وتحطها هكا بالبتي بتي بلاطو ديالها هكا محطوطين مقرين غزالين. وحتى في الجمعه ديالها دغيا تجمعيها، وحتى في المنظر، يعني المنظر رائع بزاف. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد الفيديو هذا، ويعجبكم طبعا المشتريات ديالي من عند هند شاشومي.
وتحاولوا بالنسبه للناس اللي عايشين في فرنسا تكونتاكتيو هذه البنت، راه ما غاديش تندموا، لان فريمون سي لا كازيرن دالي بابا، نبقى ديما نقولها لكم ونبقى ديما نعاودها لكم، سي فريمون لا كازيرن دالي بابا اون تو سكي فيسيل، وحتى الماء يعني الكبار ديال العراس وديال داكشي عندها كلشي تبارك الله وصل عندي، الله يوفقها ويكمل عليها. والتعامل ديالهم كما قلت لكم المره اللي فاتت التعامل راقي بزاف، داكشي غزال بزاف. كما قلت لكم البنات، الى عجبكم طبعا الفيديو ما تنساوش تخليو ليا التعاليق البنات، وتلايكيو ليا بزاف، لان فريمون بهذاك اللايك ديالكم باش تشجعوني انني نعطي دائما احسن ما عندي. ولي كونتاكت ديال هند راه غادي نخليهم لكم في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو، كاع لي ريزو سوسيو ديالها، كاع لي كونتاكت ديالها اليوم ان شاء الله غادي نديرهم لكم في لا ديسكريبسيون. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم كما انا عجبوني هاد المعاني هادو، نتمنى حتى نتوما ينالوا الاعجاب ديالكم. وراه ما فيها باس البنات، نحاولوا نحسنوا، واخا ما عايشينش في المغرب نقدروا نجيبوا المغرب عندنا هنايا في فرنسا، ونعيشوا الاجواء المغربيه ديالنا والتمغربيه ديالنا، نعيشوها في اي بلاد. والمغاربه معروف عليهم البلاد اللي مشاو ليها كيجيبوا طريف معاهم ديال المغرب، سواء في العيشه ديالهم او الطقوس ديالنا او اي حاجه، ما كننساوش التمغربيه ديالنا. وبهذا الكلام الجميل كنقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساوش تابوناو عند اختكم دليله باش تشجعوني وتدعموني، وديما نعطي احسن ما عندي، لان راه الدعم ديالكم راه غذاء ليا انايا. وكنبوسكم كاملين من هذا المنبر، وكنقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله، اللي من هنا لقدام كاين غير الابداع.